بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية بمناسبة الدخول المدرسي، والذي نتمنى أن يكون دخولا مدرسيا سعيدا ومفيدا، نقدم هذه الفقرة Comment bien réussir l'année scolaire. Comment bien réussir l'année scolaire. كيفية الإنجاح الجيد للسنة الدراسية. سنأخذ هذه الفقرة من صفحة elcondé.fr للاستفادة. إذن Comment bien réussir l'année scolaire. كيفية الإنجاح الجيد للسنة الدراسية. إذن كما نرى شينو à مدريد، عندنا نحن في مدريد، les vacances s'achèvent، العطل تنتهي، et la rentrée approche، والدخول يقترب، à grand pas، والدخول يقترب بخطى كبيرة، et la rentrée approche à grand pas، والدخول يقترب بخطى كبيرة. المقصود أن هناك استعدادات قوية لاستقبال الدخول المدرسي. Alors, voulez-vous savoir comment bien réussir l'année scolaire? إذن هل تريدون أن تعرفوا كيفية الإنجاح الجيد للسنة الدراسية؟ إذن هل تريدون معرفة كيفية الإنجاح الجيد للسنة الدراسية؟ Alors, voulez-vous savoir comment bien réussir l'année scolaire? Voici des conseils pratiques pour une excellente année scolaire. Voici des conseils. ها هي عشرة نصائح pratique تطبيقية pour une excellente année scolaire. لسنة دراسية جيدة. Voici des conseils pratiques pour une excellente année scolaire. ها هي عشرة نصائح تطبيقية لسنة دراسية جيدة. Voici des conseils pratiques pour une excellente année scolaire. إذن في الملخص التالي عندنا عشرة نصائح تطبيقية على التلميذ أو الطالب أن يعتادها طيلة السنة الدراسية حتى يمضي سنة دراسية موفقة. إذن أول هذه النصائح avant de partir au collège on prend un bon petit déjeuner. إذن قبل الذهاب للثانوي، وبنفس الشكل قبل الذهاب للمدرسة بصفة عامة، on prend يعني أننا نأخذ. عندنا هنا le verbe prendre. On prend يعني أننا نأخذ un bon petit déjeuner يعني أننا نأخذ فطور جيد. ثم في النصيحة الثانية On est toujours attentif en classe يعني أننا دائما حاضرون في القسم. المقصود أننا في القسم دائما منتبهون. إذن التلاميذ في القسم دائما عليهم أن يكونوا منتبهين وحذرين. On est toujours attentif en classe يعني أننا دائما منتبهون في القسم. ثم في النصيحة الثالثة en classe on note tous les devoirs sur l'agenda يعني في القسم on note يعني أننا نسجل. عندنا le verbe noter. On note يعني أننا نسجل tous les devoirs كل الواجبات sur l'agenda على دفتر صغير يسمى مذكرة. إذن في القسم نسجل كل الواجبات على المذكرة. ثم في النصيحة الرابعة le soir يعني في المساء les devoirs passe avant tout يعني أن الواجبات تمضي أو تمر قبل الكل، أنها تمر قبل كل شيء. معنى هذا علي أن أبدأ في المساء بالواجبات أولا قبل كل شيء بعدها. إذن le soir les devoirs passe avant tout. إذن عندما أعود إلى المنزل في المساء فعلي أن أبدأ بالواجبات التي قمت بتسجيلها على المذكرة. إذن le soir les devoirs passent avant tout. إذن المساء الواجبات تمر قبل كل شيء. ثم في النصيحة الخامسة on travaille dans une pièce calme et bien éclairée يعني أننا نعمل في غرفة calme يعني أنها هادئة فيها صمت et bien éclairé
وأن تكون مضاءة بشكل جيد. إذا ما استطاع لذلك الإنسان عند العودة إلى المنزل، طبعا على التلميذ أو الطالب أن يختار المكان الهادئ المضاء بشكل جيد ليعمل فيه، وحتى لا يكون انتباهه مشتتا. إذن على الطالب أو التلميذ أن يختار مكانا هادئا مضاء بشكل جيد. On travaille dans une pièce calme et bien éclairée. ثم في النصيحة السادسة، tous les soirs، كل مساء، tous les soirs، هنا عندنا كل الأمسيات، on relit ses leçons، يعني أننا نعيد قراءة الدروس. إذن حتى الدروس التي مضت علي أن ألقي عليها نظرة حتى لا أنسى ما كنت قد تفكرته. إذن tous les soirs on relit ses leçons. إذن عند كل مساء أنني أعيد قراءة الدروس. عندنا هنا الverb relire، طبعا تنعرف بأن lire هو قراءة، relire يعني أنك تعيد قراءة ما قرأته. إذن tous les soirs on relit ses leçons. ثم في النصيحة السابعة، on s'avance dès que possible. On s'avance dès que possible، يعني علينا أن نتقدم ما أمكن. On s'avance dès que possible، المقصود هنا علي كتلميذ أو كطالب أن أخطو خطوات للأمام على غير المعتاد، أن أحسن من وضعي وأن أتحسن ما استطعت. On s'avance dès que possible. ثم في النصيحة الثامنة، on prend soin de son matériel، يعني أننا نأخذ عناية بالأدوات. on prend soin de son matériel، يعني أننا نأخذ عناية بالأدوات. عندنا هنا son matériel، كما نقول أدواتي. طبعا هنا لا نقصد أدوات بعينها خاصة بتلميذ ما، كما نعرف بأن son هذه خاصة بالملكية. هذا الصوت التي عندنا هنا نستعمله للكلام عن شيء يعود لشخص في الغائب، نقول صوت ماتيريال. لكن هذا الصوت التي عندنا هنا تعني أدوات كل تلميذ، ليس بالضرورة تلميذا بعينه. إذن on prend soin de son matériel، يعني أن التلاميذ عليهم أن يأخذوا عناية بأدواتهم. ثم في النصيحة التاسعة، on prépare le sac à dos لا ذاي، يعني أننا نهيئ لساك، نهيئ المحفظة أدو الخاصة بالظهر لا ذاي، يعني قبل اليوم المعني. طبعا كما نقول بالأمس، فإذا كنت كتلميذ سأذهب للمدرسة يوم الخميس صباحا، فعلي أن أهيئ هذه المحفظة الأربعاء مساء. إذن on prépare le sac à dos. أدو لافاي، نقول مثلا لافاي دو ليكزام، يعني اليوم الذي يسبق يوم الامتحان. أو نقول مثلا لافاي دو لافات، يعني نتكلم عن اليوم الذي يسبق يوم العيد. إذن اون بريبار لو ساك أدو لافاي، يعني أننا نهيئ. طبعا هل عندنا لافا بريباري، يعني هيئ. اون بريبار لو ساك، يعني أننا نهيئ المحفظة أدو، لودو المقصود به الظهر، لو ساك أدو. إذا نتكلم عن محفظة الظهر، إذا نهيئ هذه المحفظة لافاي، يعني اليوم الذي هو قبل اليوم السابق. ثم عندنا في النصيحة العاشرة، أون سو كوستو، يعني أننا ننام باكرا، علينا ألا نتأخر في النوم حتى نستيقظ باكرا. اون سو كوشتو، في النصيحة العاشرة اون سو كوشتو، أننا ننام باكرا، إذن علينا ألا نتأخر في النوم، إذن حتى نستيقظ باكرا. إذن اون سو كوشتو، إذن علينا أن ننام باكرا. إذن هذه 10 نصائح مفيدة كما يبدو من هذا الموقع، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.